أهلا بكم في درس جديد من دورة تعلم سينفوني. تعلمنا ورأينا في الدرس الماضي كيف نستطيع القيام بالتعامل مع الكنترولرز والفيوز الخاصة بها وذلك بأسلوب أكثر ديناميكية، واستطعنا القيام بتمرير البارامترات ومن ثم عرضها ضمن هذه الفيوز. ولكن في واقع الأمر عندما نقوم بكتابة أبليكيشن لا نقوم بكتابة هذه الفيوز والقيام بالاستعلام عنها بهذا الشكل، فليس من الجدوى القيام بكتابة هذه التعليمات الخاصة بالفيو بهذا الشكل، وإنما يجب القيام بالاستعلام عنها ضمن ملف خاص موجود والذي أستطيع القيام بالاستعلام عنه في التمبليت. ونستطيع القيام بإنشاء تمبليت بشكل مباشر، ولكن في هذا الدرس سوف نقوم بالاستعلام عنها وذلك بطريقة يدوية. فعلى سبيل المثال إذا أردنا القيام بالاستعلام، دعوني مثلا أقوم بإنشاء هنا في هذا المين 2 ليكون ديمو، فإما أن نقوم بتسميته مثلا HTML أو أن نقوم بتسميته مثل هذا التاج والذي هو HTML.twig وهي صيغة تفاعلية سوف نقوم بالتعرف عليها لاحقا. فهنا قمنا بإنشاء هذه، وإذا أردنا مثلا القيام بإنشاء البنية الأساسية الخاصة بالـ HTML نقوم بكتابة exclamation mark إشارة تعجب ومن ثم tab. فنرى هنا كيف قمنا بكتابتها، مثلا التايتل demo، وهنا نقوم بكتابة ما نشاء بهذا الشكل، ومن ثم نستطيع القيام بالاستعلام عنها نسبة إلى هذا المسار. فنقول مثلا سواء في الانوتيشن عند هذا الكنترولر قم هنا بجلبها، ولكن بدل القيام بنيو ريسبونس نستطيع هنا القيام بريتيرن لذيس ومن ثم رندر لهذا المسار والذي هو مين 2، وبعدها لنرى. فإذا قلنا بالاستعلام والتي هي اعتقد تست، نرى هنا hello nice to meet you، ممتاز. وهنا نستطيع القيام بإنشاء ملف ليس فقط HTML وإنما HTML twig، يعني أنه يملك صيغة تفاعلية أستطيع من خلالها القيام بالتعبير عن متحولات وشروط وحلقات كما سوف نرى. فهنا مبدئيا إذا أردنا مثلا القيام بإضافة تمبلي وجدته مثلا على الإنترنت وأحببت القيام بإضافته، مثلا دعني أقوم بالذهاب والاستعلام عن تمبلي مكون من صفحة واحدة، لنقوم بالذهاب هنا على سبيل المثال، ودعوني مثلا أقوم باختيار هذا. سوف نقوم بتحميلها، تمام. إذا قمنا بالذهاب ستملك الصفحة الأساسية الوحيدة بالإضافة إلى هذه الأسيتس المعبرة عن الصور والديزاين CSS وما إلى ذلك. فهنا دعوني مثلا أقوم بفك الضغط وسوف أقوم بوضعها في هذا المسار. فهنا مثلا في التمبليت دعني أقوم بإنشاء مجلد جديد ليكون من 3، ودعني أقول reveal in file explorer للقيام بعرضه بهذا الشكل. فإذا أردنا مثلا القيام بوضعها في هذا المكان دعني أقوم بجلب الباب وهنا نقوم بوضعه في هذا المكان، تمام. فنرى هنا كيف قام بوضعها. فإذا أردنا مثلا القيام بالاستعلام عنها الآن بشكل مباشر كأوفلاين نراها بهذا الشكل، تمام. لدينا هنا مختلف هذه المكونات ومختلف هذه التقسيمات، ونستطيع مثلا القيام بالاستعلام كيفما نشاء، ممتاز. هذا إن أردنا القيام بتشغيلها خارج السيمفوني كأوفلاين، ولكن ماذا لو أردنا القيام بعرضها وذلك على هذا السايت وهذا الموقع؟ فدعوني مثلا أقوم بالاستعلام عنها بعد القيام بإضافتها. فنقول هنا قم مثلا بالإضافة والتي هي إندكس HTML ولا ننسى من 3. سوف نرى الآن كيف يقوم بعرضها، ولكن جميع المكونات المتعلقة بالأسيتس من صور وديزاينز سوف نرى كيف أنه لا يتمكن من القيام بجلبه. لنرى. فنرى هنا كيف يقوم بعرضها ولكن بشكل مجرد وكتابات دون أي إضافات أخرى. لماذا؟ لأنه فعليا حتى ويقومنا بوضع هذا المجلد الخاص بالأسيتس وهذه الملفات الداعمة وهنا نقوم باستدعائها بشكل مباشر من هذا الملف فهي غير مرئية بالنسبة له، لذا في سيمفوني يتوجب علينا القيام بوضعها في البابليك. فنقوم هنا بقصها ونقوم بوضعها في البابليك في هذا المكان. فالآن سوف نرى كيف يستطيع القيام باستدعائها. فنرى هنا كيف قام بوضعها بهذا المظهر وقام بجلب الصور والاستعلام عن الديزاينز بهذا الشكل. الفائدة من استخدام هذه التمبليت هي الاستفادة من هذه المكونات الجاهزة التي يستطيع القيام باستخدامها. فمثلا في هذه الفورم عندما نقوم بإدخال هذه المكونات يطلب مني القيام بإدخالها، وهذه السيتنج هي موجودة بشكل مسبق
فمثلا إذا قلنا make a reservation عند هذا الزر، فهنا فعليا سوف نقوم بجلب هذه المكونات التي أعتقد هي موجودة بصيغة معينة، الميثود post التي يقوم تمريرها وذلك بشكل غير مرئي إذا قلنا بالتعديل وجعلها get، وذلك لكي يتمكن من رؤيتها في هذا الـ URL. فسوف نقول مثلا عبد الله، وبالنسبة للإيميل hotmail مثلا، وهنا بالنسبة للفون أين يكون، ونستطيع القيام بوضع الديت وغيرها من هذه الأمور. لنرى هنا عندما نقوم بالسبميت كيف قام بوضع هذه المعلومات بهذا الشكل. ممتاز، فنستطيع القيام بالاستفادة كيفما نشاء. وأيضا إذا أردنا القيام بجعل هذه الصفحة أكاديميكية، فقلنا كيف أنه نستطيع القيام بالانتقال من هذه الصفحة HTML إلى HTML Tweak. فمثلا إذا أردنا القيام بتمرير برمترات إلى هذه الصفحة، لذا دعنا نقوم هنا بإنشاء ملف ليكون مثلا My Demo HTML وأيضا Tweak بهذا الشكل. نقوم هنا بنسخ المحتوى كاملا ووضعه في هذا المكان، لنقوم بعدها في هذا الكنترولر القيام بالاستعلام عن هذه الصفحة، فنقول هنا My Demo HTML Tweak. لنرى إذا قمنا بعرض التست فنراها تعمل دون أي إشكالية. ممتاز، ولكن ماذا إذا أردنا القيام بالتعديل مثلا على إحدى هذه المكونات؟ فهنا مثلا بدل الهوم سوف نقوم بتثبيتها اسم مغاير ليكون مثلا هاوس. فأردنا هنا القيام بتمرير هذا البرميتر، والذي يستطيع القيام بالتعبير عنه بإضافة هنا كوما، ومن ثم ضمن هذه السكوير براكت نقوم بإضافة هذه المتحولات. مثلا سوف أقوم بتثبيته تايتل، ونقول هنا مثلا هو هاوس بهذا الشكل. وبعدها إذا أردنا القيام بالاستعلام عن هذه التايتل في هذا المكان، فسوف نقول مثلا لن يقوم بالذهاب إلى هون، فنرى كيف هي موجودة في هذا المكان. وإذا أردنا القيام بعرض التايتل سوف نقول هنا فقط قوم بجلب التايتل ضمن هذه الدبل كويري باكت. لنرى نقوم بالتحديد، فنرى هنا كيف قام بالتعديل عليها بهذا الشكل. فنستطيع القيام بالكتابة والتعديل كيفما نشاء. مثلا إذا قلنا New Data فنرى هنا كيف قام بالتعديل وهكذا. فنرى هنا كيف قمنا بالاستعلام عن هذا الكوستوم تيمبليت والقيام بالتعديل عليه وجعله مرئيا بالنسبة لهذا الويب سايت، بالإضافة للتعديل على المكونات الخاصة به من HTML إلى HTML Tweak، وقمنا هنا بالتعديل على هذه المكونات وإضافة داتا جديدة. وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا لليوم. أرجو أن يكون الدرس قد نال إعجابكم، وألقاكم في الدرس القادم. سلام.